يا مستر، عايزين النهاردة نتعلم امتى نقول كلمة even number وكلمة odd number. يا مستر، لو اديتك نمبر زي 30، لو اديتك نمبر زي 32 او معاها 100، او اديتك 254، او اديتك نمبر 336 او 888، قال لي بص بقى، علشان اقدر اقول even number عيني تروح على مين؟ الوانس. عيني تروح على الوانس. عيني تروح على الوانس. لو لقينا الوانس بتاعي زيرو اور تو اور فور اور سيكس اور، يبقى دول في الجروب والعيلة بتاعت الايفن نمبر. لكن بص يا مستر، لو لقينا نمبر بالشكل ده او لقينا نمبر بالشكل ده، خد بالك حبيبي معايا، او لقينا نمبر بالشكل ده او لقينا نمبر بالشكل ده، علشان اعرف اود ولا ايفن عيني تروح على مين؟ الوانس. هنا لقينا كام؟ وان. يبقى انت في عيله جديده اسمها الاود نمبر. لو لقينا الوانس 3، يبقى انت في عيله الاود. لو لقينا الوانس 5، يبقى انت في عيله الاود. لو لقينا الوانس 7، يبقى في عيله الاود. لو لقينا الوانس 9، في عيلة الأود. طب ما تيجي بقى نعرفها ونعمل ايدينا كده. بص كده، اللي فوق النمبر ده هياخد الايفن 0 2 4 0 2 4 6 0 4 2 4 6 8، يبقى دول اول ما لقاهم فوق ايفن. بص بقى تحت 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9، يبقى انتوا عيلة الأود. طب يا مستر، ادي اول حاجة انت عايز تقولي عليها. طب ينفع حاجة تاني؟ قال لي اه طبعا. بص بقى معايا، يبقى لما يديني نمبر وعايز يعرف ده ايفن ولا أود، عيني تروح على الوانس. طب بص بقى يا مستر معايا، جاء قال لي كده ايفن بلس ايفن equal a number، هل هنا محتاج اكتب له نمبر؟ لا. طب انا عايز اعرف هنا ايه، هكتب هنا even ولا odd؟ هنلعب لعبة جميلة. انا هختار even number، مجموعة الeven 0 2 4 6 8، هختار اسهل حاجة التو. لبقى لما الاقي كلمة even اختار ايه؟ التو. وادي هنا بلس، لقيت كلمة ايه؟ even. اكتب تو كمان، 2 بلس 2 بكام؟ 4. ابتدي بقى انا اسال الفور، انت في عيله الايفن ولا في عيله الاود؟ الايفن. يبقى اجي اكتب هنا ايفن. طب كمان واحده يا مستر، بيقول لي ايفن ماينس ايفن يديني ايه؟ نمبر. برضه هو مش عايز هنا اكتب له نمبر. احنا اتفقنا لما الاقي كلمه ايفن اكتب مكانها ايه؟ 2 مثلا، وادي ماينس وهنا ايه؟ two. اكتب كام؟ 2 و2 ماينس 2 0 ويا 0. انت في عيله الايفن ولا الاود؟ الايفن. يبقى اكتب له هنا ايفن. طب يا مستر معلش قول تاني مش فاهمين. فقال لي طب بص، بيقول لك اود بلس اود يديني ايه نمبر؟ هنيجي بقى نختار الاود، هختار اسهل حاجه 1، فهقول 1 بلس ها 1 عشان برضو اود يديني كام؟ 2. يا 2، انت عيله الايفن ولا الاود؟ الايفن. يبقى اكتب له ايفن. طب تعالى نلعب تاني، ادي اود هماينص منه اود، يا ترى يديني ايه؟ الاود هنختار مين؟ 1 ماينص، والاود هنختار مين؟ 1 ماينص 1 0. يا 0، انت عيله الايفن ولا الاود؟ الايفن. ادي يا مستر الكلام الجميل بتاعنا. طب تعالى يا مستر برضه علمني حاجه تانيه، خد بالك معايا، درس الايفن والاود درس جميل خالص، وهنعمل معاه بلس ونعمل معاه ماينس. بس قبل ما نعمل كده خدوا بالكم بقى، في كلمه اسمها جاست افتر، وفي كلمه اسمها جاست بيفور. جاست افتر يعني كاني نيكست،
يعني لما أقول لك عايز even just after 9 مين الـ even number just after 9؟ أقول له استنى، ممكن لو هو سهل أعمل count after 9، ها 10 11. طب يا مستر الـ 10 ولا الـ 11 هي الـ even؟ يبقى ساعتها اختار الـ 10. طب يا مستر لو كان النمبر كبير زي مثلا، خد بالك حبيبي، 6032، عايز الايفن افتر النمبر ده. طب يا مستر انا ساعتها هعمل كاونت، انت حر. طب في طريقه تانية يا مستر؟ اه، لما اقول لك ايفن تقول لي اجي على النمبر ده واعمل بلس 1 واجرب، اخد النمبر ده تاني واعمل بلس 2 واجرب. تعالوا نلعب 2 بلس 1 3، وادي ال 3 دروب وادي ال 6 دروب. تعالى هنا 2 بلس 2 4، 3 دروب 6 دروب. انت كنت عاوز ايه؟ even. مين في دول even؟ شكرا. يبقى لما اقول لك افتر تقول لي هعمل بلس واجرب 1 او 2 وبعدين اختار. طب لما اقول لك بيفور يبقى اكيد مش هنعمل بلس، هنعمل ماينس. شكرا يا مستر. يبقى لما اقول لك بيفور تقول لي هعمل ماينس. تعالى بقى يا مستر نجرب، احنا مش بنحفظ 2 ماينس 1 وال 3 دروب وال 6 دروب، 2 ماينس 2 0 وال 3 دروب وال 6 دروب. لو انا هنا بقول لك انا عاوز اود، هختار ده ولا اختار ده؟ ده. اشمعنى؟ عشان ال 1 1. يبقى يا مستر ادينا اتعلمنا ازاي نفرق بين even number و odd number، وازاي احنا نكون even number و odd number، وكمان after و before. after يبقى هعمل plus 1 او اجرب plus 2، before اعمل minus 1 او minus 2 واجرب، عشان انا مش عاوز احفظ. اشوفكو grade 2 حبايبي في الفيديو التاني. باي باي.